لو انت يعني خدت حبايه كده رجعتك بالزمن لفتره، تحب ترجع لاي زمن انت كنت فيه؟ ايه اهم الذكريات اللي انت مفتقدها في حياتك دلوقتي؟ كتير مننا عنده ذكريات حلوه، ذكريات العاب الطفوله المختلفه، يمكن دلوقتي في الايباد وفي التابلت وفي الحاجات الجميله، لكن كان في يمكن ذكريات بسيطه خالص لكن كان بالنسبه لنا كانت اجمل واحلى. يمكن بنشتاق، انا يعني انا شخصيا لما احب اغمض عيني وارجع بالزمن مش بحب اشتاق لشكل الاماكن كان شكلها عامل ازاي، قد ما الواحد بيشتاق للناس اللي كانوا موجودين في الاماكن. ما احبش ان الدنيا ترجع لورا وحيث الشريط الكاسيت، يعني انا مش ببقى مستمتع وانا بقول ايه، او لما بلاقي حد بيقول ايه والشريط الكاسيت اللي كنت تحطه كده وبعدين بيسف وبعدين تعمله تاني وبعدين، لا بالعكس التكنولوجيا حلوه، انا بحب التقدم وبحب الحاجات الجميله دي، لكن ممكن نكون بنشتاق للناس الطيبه اللي كانت موجوده ومع الزمن خلاص ادوا رسالتهم مبقوش موجودين. هو ده يمكن الاشتياق اللي لما الواحد بيفكر بيرجع، لكن ممكن حد تاني يشتاق لشارعهم القديم، يشتاق للبيت اللي كان شكله بالنسبه له كان شكله جميل، للمواصله للعربيتهم القديمه، يبقى راكب عربيه جديدة والتكييف شغال وعربية شغالة بالتربو ومش عارف ايه، ويقول لك الله بس عربيتنا القديمة دي اللي كانت حلوة ومعين، كنا بنفتح الشبابيك وناخد. هو في ناس بتحب تشتاق لكده لما ترجع للزمن خطوة وخطوتين لورا. ايه مش فكرة التكنولوجيا كلنا نبقى سعداء بالتطور والتقدم اللي بيحصل، يعني في ناس يعني انا لو رجعوني مثلا قالوا لي ارجع للسبعينات والثمانينات ويعني لو قلت الزمن هترجع بينا ان شاء الله 50 70 80 سنة ورا، يعني في ناس بتقول لك الله، انا اقول لك ما احبش. لا انت الاول بتشتاق للناس واكيد كلنا ما نختلفش على ده، اننا نرجع لناس بنحبهم وغاليين علينا مثلا وفقدناهم ما بقوش موجود معانا، للمه العيله في بيت الجد والجده والطبطبه والحنيه اللي بنلاقيها عندهم وسط كل المشاكل والمذاكره وبابا وماما عملوا مش عارف ايه واتخانقنا على ايه. دايما يوم الجمعه اللي بنتجمع فيه في بيت العيله كان من الحاجات الحلوه قوي. الصور اللي شغاله قدامكم على الشاشه دلوقتي اكيد بترجعكم للذكريات دي. هي الفكره في البساطه وعدم التعقيد، يعني كل حاجه كانت سلسه وابسط حاجه كانت بتفرحنا. تعالوا النهارده ادوا حاجه زي دي مثلا لطفل، الطفل النهارده بقى سابق وقته وعصره وسنه بكتير قوي، ما تقدرش تفرحه بباكو بسكوت بتجيبه له. احنا بقى كنا ممكن نضيع وقت الاجازه بتاعنا واحنا بنجمع الالبوم بتاع اللبان ده، كان اسمه ايه اللبان لو تفتكر؟ اللبان وشمعدان، كان فيه اللي هو لبان، كنا بنجمع الستيكرز ونعمل الالبوم زي الشمعدان كده. لا انا فاكر اللبان السحري، واللبان السحري والالوان نستنى بقى لونه يغير ممكن نطلعها عشان نشوف غيرت ولا بقت لونها عامل ازاي. فاكر الاتاري والاتاري وبرده في الالبوم كان بيفضل في واحده ناقصه، يعني في مربع ناقص نشتري. أي نشتري طب ما انت لازم يبقى في مربع ناقص عشان ما تكسبيش. انت عمرك كسبتي؟ لا الحقيقه ولا انا ولا حد كسب. لا بس ممكن كانت ظريفه يعني عارفه في الشيبسي كنت اللي هو مبروك غير الايس كريم العصايه بتاعتها روح بدل واحده ثانيه. دي كنا بنبدل كتير. وانا بقى كنت ببعت بمناسبة بقى القديم ده، وأنا طفل يعني كنت ببعت ظرف جواب وحط فيه حاجات كده الشمعدان باين ولا معرفش كان اسمه إيه. أي. لماما نجوى، فاكرة ماما نجوى وبقلوز؟ طبعا. كانت بتعمل مسابقة وتقول ابعتوا لنا جوابات، وكنت ببعت جوابات بس الصراحة ولا مرة اتقريت. ليه؟ لأن مصر كلها كانت بتبعت وقتها، كانت بتحط قدامها كده يعني برنامج زي كده بس قدامها إيه يعني هرم كده جوابات. ده بمناسبة ماما نجوى دي، فدي من ضمن الحاجات البسيطة إن الأطفال كانوا بيتعلموا بأبسط الطرق وبيتقبلوا. يعني بقلوز لما كان يقول لك معلومة أصل لازم تغسل سنانك واغسلها مش عارفة من فوق لتحت ومن تحت لفوق، خلاص ما بقلوز قال كان بيعمل غلط وماما نجوى عدلت له. كنت بسمع كلام بقلوز اكتر ما بسمع كلام امي في البيت عارفه. أيوة. يعني خلاص بقلوز او ماما نجوى قالت يعني، وانت عارف ان هو عروسه بس ما اعرفش احنا خيال مقتنعين ان هو شخصيه حقيقيه. لا انا كنت بتعامل معاه ان هو شخص حقيقي. وبعدين مثلا يعني لو امي قالت لي اعمل فانا اقول لها لا ماما نجوى قالت ده غلط يعني عارفه، فماما نجوى قالت يبقى هي خلاص الكلام صح. وده كانت فكره التاثير كمان بالظبط كده. حتى في الحواديت اللي تسمعها لما كنت
تقعد تسمع في الراديو قبل فضيلة والحكاية، وخيالك يسرح مع الحكاية اللي هي بتقولها وحصل إيه وجرى إيه ومين مش عارفة أنقذها للبنت والأميرة كانت إيه، وتبقى مقتنع تماما بالحكاية وتأثر فيك، ويمكن تقعد أيام كده نحلم بالقصة. النهاردة يعني الأدب القصصي حتى للأطفال، لأن الأطفال مع التطور والتكنولوجيا مش أي حاجة بتقنعهم، مش أي حاجة تحكيها لهم، يعني محتاجين عمق في الكلام البسيط اللي المفروض إن هو يتقدم لهم. كل حاجة بسيطة كانت حلوة، كل حاجة بسيطة بتفرح كانت حلوة. احنا مش بنقول ان آلة الزمن ترجع فنرجع لحاجات يعني قديمة اتطورت كتير، لكن نفسنا النهاردة نسترجع معاكم اللحظات الحلوة اللي بتفرحكم. النهاردة لو حبيت انك تغمض عينك وتفتكر حاجات حلوة كانت بتفرحك من ذكرياتك القديم، تفتكر معنا ايه؟ شاركونا بقى وبعتوا لنا.